الحق في الولوج الى العداله. لا بصراحه معناها المفهوم ما عنديش عليه فكره، ربما اللي عندي عليه فكره عن طريق تصريحات كل سواء رئيس جمعيه القضاه ولا نقابه القضاه ولا محامين ولا اعلاميين ولا مسؤولين سياسيين، اما المفهوم في حد ذاته ما عنديش عليه فكره. وعن طريق تصريحات معناها تبين اللي فما تناقض في الولوج الى العداله، فما عدم مساواه في الولوج الى العداله بين الفقراء والاغنياء، بين اللي عندهم السلطه واللي خارج السلطه. يعني يطرح مفهوم القضاء المستقل اللي هو غايب في تونس، هذا اللي على الاقل نجم نفهمه عن طريق التصريحات. لأنه ما فماش إرادة سياسية لإصلاح مرفق القضاء ومرفق العدالة، هذا هو غياب الإرادة السياسية هو السبب الأول لي معناها ما فماش عدالة في الولوج إلى القضاء. في علاقة ما إذا كان القضاء فيه عنده علاقة لتبسيط الإجراءات الإدارية، نتصور تبسيط الإجراءات الإدارية وأكثر شفافية لبعض المؤسسات الاقتصادية، هذه أهم نقطة. يعني تعرف فما عباد يلقوا أكثر تسهيلات قضائية في إنشاء مؤسسات ونجاحها من عباد أخرين. يلزم برشا اصلاحات للمؤسسات هذه. اولها ارساء مبادئ الحوكمه الرشيده ومكافحه الفساد، ارساء الشفافيه، لانه تعرف الاكثر ملفات الفساد هي متعلقه بالمؤسسات المؤسسات العموميه، اللي خاصه في علاقه بازداء الخدمات للمؤسسات الاقتصاديه. كي نقولوا ازداء الخدمات، خدمات لوجستيه ولا حتى على مستوى التراخيص. دونك يلزم اصلاحات كبرى تمس المؤسسات هذه باش تخلي الباعث الشاب يلقى حظه اكثر في بعض مؤسسات. ما يبداش اذا كان عندك معرف تنجم فيه ساعه تعمل مؤسسه ولا يعطيوك شنو هما اللي زوفر ولا شنو هي المجالات اللي تنجم تنجح، ما يسمى بالمعلومه المميزه. وكي يبدا باعث الشاب ما عنده حتى معرف ولا ما يعرفش المعلومه، دونك ما ينجمش ينجح في مستقبل. هذاك علاش برشا شباب ولاو يعزفوا على بعض المشاريع، لانه في الاخر كانك اعطيته فلوس وبش لوح. اهم اشكاليه هي التكوين. يعني باعث شاب جيب شي عمل مشروع ما عنده عليه حتى فكره، يعني لازم تكوينه. ثاني حاجه البيروقراطيه الاداريه اللي تعترضه وتضطره لسلوك يعني مسالك غير سويه، ومنها الرشوه وغيرها من الاشياء والممارسات اللي يولي يقوم بها اي باعث شاب باش ينجم يعمل مشروع ولا يحقق نجاح. هذه ثاني حاجه. وثالث حاجه يلزم زاد تاثير من الدوله، ما تجيش تعطيه معناها قرض ولا اي حاجه وتسيبه كيكه في الطبيعه وحده. تعطي فكره على الاجراءات، تعطيه فكره، تاثير، تكوين، تاثير. ومعناها تخلصوا من ما تنجم تتخلص من البيروقراطيه الاداريه لما ترسي مبادئ الحوكمه الرشيده. النقابات والمنظمات، ولا فما عمل تقوم به النقابات والمنظمات المدنيه كسوا عن طريق ما يسمى الابلاغ، عن طريق الكشف، عن طريق فضح ممارسات غير سويه يقوم بها بعض القضاة ولا بعض العاملين في مرفق العداله. راه مش كان القاضي، فما حتى الكاتب نتاع القاضي نجم يعطل ملف اللي يقوموا به هما بالطبيعه كسلطه، يعني كسلطه نقابيه ولا مدنيه، نقولوا سلطة معارضة ولا سلطة ضد الممارسات هذه، هي نشوفوا فيها عن طريق التصريحات نتاعهم، عن طريق الضغوطات، عن طريق التهديدات، عن طريق الكشف، عن طريق البيانات الاحتجاجية، فما دور تقوم به. الإطار
الجدار التشريعي ديما نقول لك انا ما مانيش مختص في القضاء، لكن الاطار التشريعي يلزم يتلائم مع الدستور الجديد دستور 2014، لانه الاطار والمجله الجزائيه وغيرها من المجلات اللي قاعد تحكم بها القاضي توا هي راه من المنظومه القديمه ومن الدستور القديم، دونك ماهيش مواكبه للدستور. هذه اول حاجه يلزم يعني تفعيل هالمجالات هذه وتجديدها باش تولي تواكب معناها روح الدستور. هذه اول حاجه. ثم اصلاحات اخرى هيكليه لازم يتمتع بها المرفق العداله، حتى على المستوى اللوجستي، على مستوى التكوين، على مستوى الاطلاع على المراسيم اللي باش تولي قوانين كما مرسوم 115 116، تعرف التو مازالوا يحكموا بالمجال الجزائي وهذه مشكله كبيره. ثم على مستوى اللي يلزم مجلس الاعلى للقضاء نتاعو معناها اللي تعمل يخدم خدمته، لان احنا ما شفنا المجلس الاعلى للقضاء ما يخدم، ولا المجلس العدل ما يخدم الا عن طريق الضغط، خاصه الضغط الاعلامي. هذا على الاقل اللي نشوفه فيه، ينجم يكون يخدم هو خاطر اعماله الاكثريه سريه. يلزم زاد المرفق القضائي ينفتح على المحيط نتاعو. راهو تو بعد الثوره تحل شويه، ما كان ياسر مسكر او كان فضاء اجتماعي مغلق. شنو السؤال الاخر؟ ومدى تكريسه للمساواه امام الفرص في الاطار التشريعي؟ هاني قلت لك الاطار التشريعي ما ينجم يكرس المساواه فرص الا ما اصلا يولي يواكب الدستور. كانه الاطار التشريعي يقع تجديده حسب مقتضيات الدستور وروح الدستور، تو اوتوماتيكمون يولي يكرس المساواه الفرص. المجلة الحالية مجلة قمعية، يعني مجلة نتاع فكر واحد وحزب واحد، ما تبنيتش على روح معناها الديمقراطية ولا روح التسامح ولا روح المساواة. أولا من المرفق العدالة في المناطق الداخلية يعني ما فيهش عدد كافي من القضاة، ما فيش عدد كافي من كتابة القضاة، ساعات ما فماش محاكم، ساعات هذايا مع المستوى اللوجستي ومستوى التنظيمي. ثم أيضا أصلا المناطق الداخلية هي تشكو من مشاكل في التنمية، راهو كي نقولوا معناها صفر تنمية في القصرين ولا 1% تنمية في جهات الشمال الغربي، يعني كيفاش أنت عندك هالانفراستركتور هذه المهترئة مش أنت تنجم تلقى عدالة ولا غيرها. يمكن ما نكذبش عليك معناها موجوده ديما، نقول لك انطلاقا من يا اخي كي رئيس الجمعيه يقول لك فما قضاء الفقراء وقضاء الاغنياء، يعني هذا اصلا ما فماش عداله. ثم الانتماء الجهوي طبعا موجود، لانه احنا نعرفوا الجهويه موجود في تونس، وصارت احداث كي في الكونفينمون يعني الحجر الصحي كي هربوا مسؤول سامي في جهه الساحل من الوتير، والقضاء كيفاش ستر عليه والنيابه العموميه ما تحركتش، هذا يعني عشناه موجود. دونك انطلاقا من اللي صار هذه من الاحداث هذه نجم نقولوا جهوين موجوده. الجنس ربما هذه الدراسات الجندريه تنجم تبين فما فوارق، رغم اللي مرفق القضاء اكثريته سواء محامين ولا قضاة من نساء. ربما موجوده. بالنسبه للمتقاضين يعني مش قضاة في حد ذاته. اي انا قلت رغم انه القضاة الاكثريه نساء، او ما عاد على القضاة كله نساء، والقضاة يظهر لي 56 نساء، والمحامين يظهر لي 60% نساء، لكن نتصور موجود انا يعني التفرقة على مستوى الجنس. على المستوى الجهوي هذا هذا مؤكد حتى بالاحداث اللي حكيت لك عليها. على مستوى الميولات الجنسية فما قوانين تو الميولات الجنسية، كي تقول أنت درا شنو هذاك الفحص الشرجي ولا شنو اللي هو مازال ما تعمل به، دونك موجودة، نجم نقول موجودة. وعلى مستوى الديانة؟ الديانة والله ما عضتنيش أنا حدث في تونس على مستوى الديانة، على شنو الديانات يعني يهود وفي جربة والمسلمين، ما عرضتنيش حدث هكا فما يهودي حق خاطر يهودي، معناها تونسي نحكي يهودي تونسي. ما
ما رفضيش. أهم بعض لهي الإصلاحات كما قلت لك التشريعية والقضائية اللي تولي مواكبة لروح الدستور. هذه أهم حاجة باش تخلي الناس بالحق تولي سواسية وفما مساواة للوجه العدالة. ثاني حاجة هو الجانب اللوجستي للمرفق العدالة اللي هو تقادم برشا في كل المحاكم. راهي محاكم قديمة في تونس، ما تشوف المحكمة الابتدائية عمرها 100 سنة، وهذا راه يؤثر على مرفق العدالة ويؤثر على سير العدالة ويؤثر على عمل القضاة وعلى المتقاضين وعلى الكتاب على كل شيء. دونك فما جانبين، فما جانب تشريعي إصلاحي وفما جانب لوجستي. ثقافي ينجم يكون فما جانب ثقافي، لأنه ربما مجتمع التونسي ما هوش مجتمع متأصلة فيه قيم الديمقراطية والقيم العدالة كمجتمع عربي، يعني مجتمع مبني أساسا على أساس السلطة الأب والسلطة الواحدة والحزب الواحد. ربما ما زالت متأصلة شوية هذه في ثقافة المجتمع، خاصة نحن مازلنا مجتمع تقليدي رغم الحداثة الظاهرة والحداثة السطحية اللي أساسها بورقيبة، لكن الداخل مازال المجتمع التونسي مجتمع ذكوري سلطوي. بالنسبة للجانب الحضاري نفس الشيء كما قلت لك، يعني مسألة مجتمعية بالأساس ولا مسألة اجتماعية بالأساس. والثالث شنو قلت؟ السياسي. السياسي هو بطبيعة المشكلة متاعنا. السياسي في تاريخ القضاء هو تاريخ توظيف للسلطة القائمة. هذا القضاء التونسي وأثبتت المحاكمات السياسية الكل هذا التوجه. أخرتها توفيق بن بريك، يعني كي ينقد القضاء بجرد معناه بجرد قلم من نيابة العمومية بن عروس يقع علاجه إيواء السجن بكل بساطة، معناها دون أدلة ودون تفكير ودون أي شيء. يعني عندنا مجلة جزائية سجنية اللي هو الأساس هو البراءة والاستثناء هو السجن. احنا في تونس الأساس هو السجن والاستثناء هو البراءة، رغم انه معناها ما حتى حد ما يربح منها الحكاية دي. طبعا احنا المؤسسات السجنية مؤسسات مترهلة وقديمة ومعبية، يقول قائل شنو الربح وشنية الحاجة الإيجابية من إيلاج أي واحد السجن؟ تقول قائد نجم تخطيه، تنجم تعطيه خطية، تنجم عقوبات بديلة. ما زلت العقلية للأسف عقلية حتى القضاة المتخرجين جدد واللي اشتغلوا جدد، قولوا جيل جديد من شباب من القضاة ما زالوا يخدموا بالعقلية القديمة. ربما تكوينهم تكوين يكونوا فيهم ناس معناها بالعقلية القديمة. كيف الأحزاب السياسية في تونس بالتجربة كسوا في المعارضة أو في السلطة بالنسبة لها توظيف القضاء يا معي يا ضدي، كما الإعلام كما الملفات اللي تعاملت معها الأحزاب كلها. فما درجات بتبيع مش كما الأحزاب اللي شهدت الحكم كما اللي في المعارضة، أما بمجرد الأحزاب اللي في المعارضة شهد الحكم وتولي كيف تتعاملوا مع القضاء كمسألة توظيفية يا معايا يا ضدي. كانت ضدي. وبالطبيعة كان القضاء يحب يكون مستقل، تقع تشويه وتقع معناها يولي موضع اتهام من جميع الجهات. هذه ما عنديش عليها فكرة. ما أجب الشركات إجراءات تكوين الشيء، أنا قلت لك الإجراءات معقدة في تونس اللي نعرفه سواء شركة ولا غيرها إجراءات بيروقراطية، وكيف يقولوا بيروقراطية معناها تتعرض للفساد مهما كنت الشخص.
إذا كانت بيروقراطية تساوي الفساد، هذا في التجارب المقارنة معروف. ما حققش قدر بين العدالة بين الجميع، لأنه بكل بساطة ما عناش نظام جبائي عادل. أنت كي تسمع فما ما زالت الأنظمة التقديرية معناها الجبائية، سامحني ما تنجمش تكون عادل، ما تنجمش طبيب، فما أطباء خاصة القطاع الخاص نحكي، أطباء محامين خبراء محاسبين غيرهم اللي يخضعوا الأنظمة التقديرية، يخلص لك زوز وثلاثة ملايين في العام، وبينما الموظف قده هو 10 مرات. لا نجموش نحكي على نظام، أي ما نجموش نحكي على نظام جبائي عادل. ما عنديش فكرة عليه، أما اللي سمعته من الشباب فما ضغط جبائي يزداد من عام لعام، زادة معناها كل مشروع ميزانية يزيدوا يعني ديدكس ويزيدوا أداءات على أداءات على الشركات. شنو ما بالضبط الأداءات ما عنديش عليهم فكرة. حتى فكرة هذا الحق معاش نعرفها طول الإجراءات، المعلومة اللي عندي على الأقل من زملاء خبراء ولا محاسبين نعرف الإجراءات، خاصة حكيت الشركات هذه طول برشا. هو نورمال مو أسرع خطر تكون من أي ما طول، المعلومة اللي عندي طول، فما معناها تطول برشا الإجراءات. ما نتصورش، أنا عنديش معلومة، ما نتصورش البيع تشابتي هما ما فهمش أسيستونس للمشروع، خلي بشي يعملوا له أسيستونس في النزاع، ما نتصورش. المواطن المسؤول، لانه شنو باش يعمل؟ باش يبلغ المواطن، اذا يبلغ ما تعرف فما هرسله، فما متابعات، وحتى كي يبلغ ما يسمع حد تقريبا، معناها فماش مؤسسات تسمع، يولي المواطن مباشره هو بيدو يدخل في منظومه الفساد والمنظومه الموازيه للاجراءات العاديه باش ينجم يقضي حاجاته. هذه الكونستا، هذا واقع. دونك لو كان جات فما مؤسسات، مثلا هيئه مكافحه الفساد، هيئه دستوريه ولا مؤسسات اخرى، والجمعيات وصوتها عالي، ربما المواطن ينجم ما يخافش، رغم انه فما بعض التحرر الان، الناس ولا تتكلم شوي، ولكن للاسف الحاله الحاليه انه المواطن انخرط في المسار الموازي لسير العداله باش ينجم يحقق هو بيدور الاغراض نتاعو يحقق ويخلط بشيخ حقه. سبتو كي تبدا الجهه اللي واجه فيها اقوى منه. الدوله. يقول لك نمشي انا للكاتب، نرشي كاتب ولا قاضي ولا محامي ولا اللي هي اي جهه انا نتعامل معاها، خير من نمشي نشكي ولا نبلغ ولا اللي هو، نقعد في نزاعات لا باش يقضي قضيته ولا باش يخو حقه. إذا كان هي قائمة بذاتها، علاش ما يطوروهاش؟ يعني يخليوها نفسها ويطوروها. يطوروها تطويرها وكها، باش تعمل حاجة أخرى جديدة. تطوير راه ماهيش في نهار وليلة باش تعمل حاجة جديدة. مادامي موجودة يطوروها. ماهيش درجة كبيرة، معناها المسألة ماهيش مطروحة، ربما المسألة مطروحة من وجهة نظر نقدية كمرفق القضاء بصفة عامة وعلى عدم معناها استقلالية القضاء، أما من وجهة تقنية هكا الولوج إلى العدالة
ما نذكرش انا حاجه خدمه في الاطار هذا، معناه ناخذ القضاء كمساله كبيره، مساله عامه، استقلاليه القضاء، علاقه القضاء بالاعلام، علاقه القضاء بالمحامين، علاقه القضاء بالامن، علاقه القضاء بالمجتمع. اما الولوج كي نقولوا الولوج العداله، فما معناه كيما ديما نقول لك فما كيفاش يخدم المرفق القضائي، الكتبه، اللوجيستيك، كيفاش على اذا فما ريزو ولا ما فماش ريزو. اما باش تقول لي ما نذكرش، ماهيش بصفه حاسيله، ماهيش بصفه كبيره. لا ما نذكرش، انا ما نذكرش يعني حتى سبوت، حتى معناها ومضات تحسيسيه، ما نذكرش. اما ايش حتى ممضى على هكا باعثين شبان وفي علاقه بالعداله وشنين الاجراءات ولا ما تذكرش. الاعلام التونسي، الاعلام التونسي لازم يكثف من البرامج اللي تخص معناها المرفق العداله، برامج نقديه بالطبيعة اللي تهدف الى تغيير ذهنيات القضاء والتعامل مع مرفق العداله، وايضا يلزم برامج تحسيسيه وامضات تحسيسيه تعرف بمختلف الخدمات اللي قدمها القضاء، وباش الناس تعرف شنو معناها، باش تعرف حقوقها وواجباتها تجاه مرفق العداله. شنو اللي تغير عليه؟ شنو اللي لو فيت اللي تعطل المرفق، معناها منظومة العدالة تعطلت في الكورونا. فما برشا دول مثلا ولاو يستعملوا المنظومة الرقمية، مثلا يعملوا اي ما حكيو عليها في تونس، قالوا باش يعملوا كل فيديو ولا شنية المحاكمات عن بعد، ما مشيتش. اي ما مشيتش. ليه ما نتصور على المدى القريب؟ ما نتصورش على المدى القريب، ما نتصورش، لانه اذا تحكي على حكايه زي امكانيات رماديه كبيره. معناها قصدي مساله الكورونا يعني تي تولي بروسيدور في الكترونيك على الانترنت، برشا مشاكل ديجا موجوده في منظومه العداله، يعني بالفيت كون هي اخكايك برشا، ويلزمك تمشي للمحكمه، ويلزمك درا شنو لي بروسيدور. ما نتصورهمش خموا فيها الحكايه، ما ريتهمش خموا. ربما على المدى المنظور البعيد لدعم منظمات ولا غيرها ولا هيئات ينجموا يمشوا فيها، اما على المستوى القريب ليه؟ ما تكون نفس المحاكم ما زالت معبيه. شنو انت كان تمشي توا المحكمه الابتدائيه في تونس، شوف ظروف العمل نتاع القضاة وتاع حكام التحقيق ونتاع الكتب. انا مشيت عملت جوله غاديك مره، معناها انا كان تعطيني 20 مليون ما نخدمش في الظروف هذيك، معناها ظروف مش ظروف، معناها ما تقول كيفاش يخدم القاضي هذا اصلا. معناها حتى سالدو ما عندهمش نظيفه، باش نحكي لك، معناها ما نعرفش مندي الحيوط قديمه، دوسيات ملوحه مبعثره، راهو معناها ميزيريا بالحق، معناها حاله فقر. معناها هي كبيره برشا، والاسانسور ما عندهمش. تقول لي انت النظام، ما هما كانوا راهو هما كانوا باش ينقلوا، راه عندهم 3 سنين تالي البنيه اللي عملتها لوجيت لوجيت تي، وبعد ما مشاوش ما نرمى الموزمهم ينقلوا على اساس هذيك، خاطر هذاك معلم تاريخي يعتبر، باش يعملوا الصيانه باش يبدلوا، ما بدلوش.